مرحبا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. اليوم اجواء مثاليه جدا وطقس رائع، يوم رائع من اجل لعب كره قدم. كل شيء هنا جاهز. يا الهي على هذه الاجواء، يا الهي على الشغف الكبير في المدرجات، يا الهي على هذه الروح العاليه الكبيره اللي عند المشجعين. كل شيء اصبح جاهز والبقيه على اللاعبين. اظهروا امكانياتكم، العبوا بادائكم لنستمتع بكره قدم، لنستمتع بالاجواء، لنستمتع بهذه الليله الكبيره. يا سلام على هذه الاجواء الغير عاديه هنا من ملعب اللقاء. جماهير يمكن القول انها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. شيء لا يمكن وصفه بصراحة. بداية أحداث اللقاء. كوكي ويعود بالكرة إلى الوراء، كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. يسيطر على الكرة، يسددها سواريز. تريبيير يلعبها قصيرة، يحاول لعب الكرة العرضية، تسديدة من أول لمسة. لا تزال كرة فرصة، كرة ترتد من القائم. يا لها من كرة لكنها في الأخير ضاعت بعد مجهود رائع جدا. تغيير اللعب على الأجناب. أليكس غارسيا يحاول الاستفادة من زميلة في جانب الملعب، لا يمكن إهدارها. تحرك بقوة هائلة. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ كثير من التمريرات في وسط الملعب بدون أي محاولة خطيرة، بدون قدرة على الاستفادة من هذه السيطرة. كرة إلى الأمام، يحصل عليها كوندوغبيا. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يبحث عن المهاجم لويس سواريز. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. يلعبها ببراعة. رائع هذا التصدي، رائع هذا الحارس، رائع ردة الفعل. تسديدة رائعة لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى. ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة.
كوريا. تصدي غير عادي من حارس المرمى. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. فاليري يتعثر ويفقد توازنه. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. موجود لإبعاد الكرة. كوندوبيا. كوكي يحاول تمرير الكرة، فتح المساحة على الجناح. وصلت إليه. يتعامل. وها هي نهاية الشوط الأول. وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة. يبدأ الشوط الثاني بنتيجة التعادل، تعادل أبيض بدون أهداف. يبعدونها. كريستوفورو. أليكس غارثيا. مرت الكرة تسديدة في اتجاه المرمى. أخطأ لكنها مرت بسلام. كرة كانت في منتهى الخطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. أليكس غارثيا. كريستوفورو. عدت الكرة. كرة طولية من الحارس. تحرك جميل، اندفاع إلى الأمام، محاولة خطيرة. فاليري. ضغط قوي وينجح في استعادتها. كوريا. الآن إمكانية المرتدة. يحاول أن يلعب كرة بينية. حاول تمرير كرة. سامو سايز. كرة خطيرة على اليسار. سامو سايز في محاولة مرور من الجهة اليسرى. يا سلام، يحتسب الحكم ركلة حرة. خلص الكرة ونجح في إبعادها. كريستوفورو يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. فرصة هجوم معاكس. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. لويس سواريز. يا إلهي، هي فائدة التدريبات على دقة التسديد. عندما يكون لاعب يولد داخل منطقة الجزاء هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة.
تغيير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. إسبينوزا، ستواني، يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية، اللعب السريع شيء ضروري في هذا التوقيت بالذات. دفاع المنافس بكل تأكيد لن يسمح بمرور أحد. أليكس غارسيا، كريستوفورو، وهكذا انتهت المباراة مع انطلاق صافرة الحكم. عبروا هذا الاختبار بأقل فارق من الأهداف. لماذا؟ بفضل خط الدفاع القوي، صلابة دفاعية. جدار برلين، هل تعرف ماذا يعني أن تشاهد مباراة لا تحب أن تنتهي؟ مثل هذه اللقاءات بالتأكيد لا نحب نهايتها. كانت رائعة بكل تفاصيلها، بإثارتها، بروعتها، بمتعتها، ونحب أنها تستمر لوقت أطول. الصافرة من الحكم أنهت مباراة للتاريخ. إلى لقاء آخر سيدتي وسادتي، نشكركم على حسن المتابعة، ونلتقيكم بحول الله تعالى في مباريات قادمة. مع خالصي التحية والتقدير مني محدثكم فادي العتيبي.